ظاهرة التسول تحت تقديم ميمون محمد يونس وأبو عجلة جواد. من إخراج آنسة غيثري يسرى وتصوير قرناشي نفيسة. القسم 3 ميم 3 المؤسسة عبد النور تحت إشراف الأستاذة محترمة بن زلات فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. سوف نتحدث اليوم عن ظاهرة التسول، وهذه الظاهرة التي سأتحاور فيها مع زميلي يونس. السلام عليكم صديقي جواد، شكرا على ترحيبك بي. الظاهرة يا زميلي يونس كثيرا ما أصبحنا نراها في هذا المجتمع، فما هو تعليقك على هذه الظاهرة وما هي طرق محاربتها؟ أي يا جواد، هذه الظاهرة كثيرا ما أصبحنا نراها ويمارسوها الناس أمام المساجد ومواقف السيارات والأسواق، وأصبحوا يمارسوها بطرق القديمة والتقليدية والطرق الكثيرة التطور. برأيك يا يونس، يا زميلي يونس، ما هي الطرق التي يجب اتباعها لمحاربة هذه الظاهرة التي هي في نظري كالمرض يجب معالجته والقضاء عليه؟ نعم يا جواد، إن هذا السؤال عندي رد عليه، ولا أعلم ما هي الدوافع التي تأخذ بهم إلى التسول يا زميلي جواد. وبما يخص هذه الظاهرة، فيجب وضع مرافق للعمل وإكثار الجمعيات الخيرية وإعطائهم منح شهرية للمحتاجين واستغلال الإعلام كسلاح قوي لمحاربتها. ولكن أصبحنا نرى أشخاص أغنياء يمارسون التسول بطرق مختلفة، منها أصبحوا يتبنون الأطفال المعاقين ويبدأون التسول كعمل من أجل مصالحهم الشخصية. نحن ما علينا إلا طلب الهداية من عند الله عز وجل. أنا أظن هذه الأسباب التي تدفع بهم إلى هذه الظاهرة قلة مرافق العمل واحتياجهم للمال من أجل العيش الكريم، وهذا لا يكون بالتسول. بل بالعمل والجهد المبذول. شكرا لك يا يونس على هذا الحضور وعلى هذه النصائح التي أرجو أن تكون طريقة لهذه الطبقات، لهداية هذه الطبقات عفوا من المجتمع. في أمان الله. ما عليكم إلا بالمشاركة على قناة شار رضا على قناة اليوتيوب بالضغط على زر أبوني، والسلام عليكم.